صغيرة واحدة هنقدر إن شاء الله نقول بديل معانا للأنسولين، بس تاخدوه بالطريقة اللي هنعملها وتقدروا تقرأوا عنه وتتأكدوا من كل معلومة موجودة فيه، وكل حاجة هنعملها مع بعض وخطوة خطوة، وإن شاء الله هنعمل نظام غذائي يظبط لنا الأنسولين والسكر ويظبط لنا الدنيا ويمنع لنا مضاعفات السكر. كل ده في الفيديو، يا ريت تتابعوه للآخر عشان يوصل لكم كل جديدنا، بقى تنزلوا تعملوا اشتراك ودعم لينا ولايك للفيديو ده، وما تنسوش تدعوا أصحابكم عشان كلنا نستفيد. أول حاجة المكونات اللي معانا اللي داخلة في الوصفة دي، الوصفة دي حاجة خطيرة، يعني في ناس كتير بتاخدها على فكرة للسكر، هم عارفين كده وهيعرفوا ويتأكدوا من اللي احنا بنقوله. هيبقى معانا كوب من اللبن خالي الدسم وخيارة واحدة، هي خيارة واحدة وكوب لبن خالي الدسم، نقدر مع بعض نعمل أحلى وأفضل وصفة وبطريقة سهلة هنعملها مع بعض، ونقول إمتى ناخدها بالظبط عشان تجيب نتيجة كتنشيط للبنكرياس وتظبيط مستويات السكر في الدم. أول حاجة الخيارة ديت ليها فايدة طبعا. إيه فوائد الخيار؟ أول حاجة بتحتوي على مجموعة من الألياف الطبيعية اللي بتقوم بسد الشهية، فدي حاجة كويسة جدا جدا لمرضى السكر، لأن انتوا عارفين ان مرضى السكر، انتوا عارفين طبعا ان اكتر حاجة بمعاناة هي ان شهيتهم مفتوحة، فبياكلوا اي فالاكل عندهم زايد، فدي اول حاجة بتأدلي الشهية. تاني حاجة بتنظم عملية السكر اللي موجود في الدم. تالت حاجة الخيار فيه هو منخفض الكربوهيدرات، فبالتالي السكر اللي فيه مش كتير. والاحلى بقى فيه ان هو فيه هرمونات مهمة لخلايا البنكرياس، يعني خلايا البنكرياس محتاجة الهرمونات والمواد اللي موجودة فيه عشان تشتغل وعشان تنتج الانسولين. والحاجة الاهم برضو ان هو بيظبط مستوى السكر في الدم. الوصفة اللي معانا دي حلاوتها ان هي بتظبط السكر حتى لما تاكلي، يعني لما تاكلي بيحصل اكتر حاجة، او حضرتك لما تاكل بيحصل اكتر حاجة مشهورة ان مستويات السكر في الدم تزيد وممكن تدخل في غيبوبة. لا، المشروب ده لو مشينا بيه نظام غذائي هيظبط السكر كويس. طيب اللبن خالي الدسم بقى، خالي الدسم مهم قوي عشان هتجيلي اسئلة فيه، وانا متأكدة ان هو لازم يكون خالي الدسم. لبن البودرة لا، لبن طبيعي خالص محتاجينه. ممكن استخدم الزبادي بديل ليه؟ عادي خالص، بس مش هيجيب نفس النتيجه. طب لبن الخالي الدسم ليه؟ اتعملت عليه دراسه كنديه بيقولوا ان لما تيجي تشربيه او تشربه عند الفطار بينظم السكر في الدم بقيه اليوم. يعني هو بطريقته بس اللبن خالي الدسم يقدر ينظم لي السكر بعد كده في طول اليوم لو خدتيه مره واحده على الفطار. تاني حاجه بيحسسك بالشبع. لبن خالي الدسم من اهميته ان هو بيقلل الشهيه برده، فبيحسس ان انا شبعان ما عنديش حاجه اسمها بوليفيجيا اللي هو باكل كتير. طيب حلاوه اللبن خالي الدسم برده ان هو بيعمل على تنظيم السكر بعد اي وجبه. يعني قدر انت دلوقتي او انت كلت وجبه او فطرتي او حاجه او كلت وجبه قويه قوي، تمام؟ فايه اللي حصل؟ ان حضرتك الوجبه ديت عملت معاكي مشاكل، زودت السكر وغيره. لا، ان اللبن خالي الدسم بيعمل على تنظيم السكر بعد الاكل، فدي حاجه كويسه قوي قوي. طيب نعمل الوصفه دي ازاي؟ اول حاجه هنحتاج خياره، هنقوم بتقطيعها شرايح، هنقطعها شرايح صغيره زي كده، وهيكون معانا اي خلاط ونصف فيه الشرايح دي، ونجيب كوب لبن خالي الدسم ونحطه فيها. كوب لبن يبقى الخيار وكوب اللبن، ثم الاتنين دول هنحطهم بقى في الخلاط او في الكبة ونخلطهم، وهنوريه لكم كمشروب سحري جدا جدا نشربه. هنقول لكم الوقت اللي تشربوا فيه والطريقة عشان نعمله كنظام غذائي يظبط لنا مستويات السكر اللي موجودة في الدم وينشط لنا البنكرياس عشان تفرز لنا الانسولين لو عندي مشاكل في الانسولين. يبقى انت تحتاجي خيارة واحدة هتقطعيها القطع، ثم هتجيبي كوب لبن خالي الدسم زي ما احنا ورينا لكم وتحطيه هنا. ودلوقتي جينا لمرحلة ان احنا نروح بقى دلوقتي نفرمه لكم، هنوريكم دلوقتي الخليط. وبعد ما خلطناه يا جماعة الخليط معايا بالشكل ده،
هو خليط الخيار واللبن، هو خليط ايه، خيارايه ولبن خالي الدسم، هيجيب نتيجة ان شاء الله، يجيب معاك نتيجة ويظبط لك الدنيا. طيب ناخده ازاي؟ الكوب اللي معانا ده هيتاخد كنظام غذائي، بمعنى بعد الاكل قبل الاكل مفيش مشكلة، واحلى وقت ليه بيقولوا ان هو بيتاخد الصبح، ده احلى وقت ليه، والحلاوته ان هو ملوش مدة تاخديه، يعني ممكن نمشي بيه كفترة نظام غذائي. تمام، كنظام غذائي ثابت امشيه معايا مع الاكل. التأثير بتاعه بيفضل طول اليوم، طول اليوم مش هيبقى عندك مشاكل من السكر، حتى ان اللي انا بقوله لك ده ان اللبن وخلي الدسم مع الخار بيظبط السكر لمستوى عالي، يعني مستوى 24 ساعة. تمام، البروتين بقى، اللبن خالي الدسم فيه بروتين الكازيين، ده بينظم بيقلل عملية الهضم. الكازيين البروتين اللي موجود في اللبن خالي الدسم لما بيقلل عملية الهضم، بالتالي مش هتاخد سكريات كتير، بالتالي مش هتخش في مشاكل وأضرار مرض السكر. شوفي ظبط لك السكر ازاي. فالوصفة إجمالية كلها، الخيار على لبن خالي الدسم هيعمل لك، هيقلل لك وزنك كمان وعدم الإحساس بالشبع، وينظم لك السكر لفترات طويلة، ممكن طول اليوم يعني 24 ساعة سكرك مظبوط حتى لو كلت ايه او عملت ايه. احلى وقت انك ممكن تمشيه زي ما انا قلت على نظام غذائي، يعني الصبح تاخديه، الظهر بقى ما فيش مشكله منه، يعني مش هعمل لك حاجه، مش هيضرك يعني. فبالتالي دي احلى حاجه ممكن تمشي بيها. طب الناس بقى اللي بيقولوا ان الكلام ده غلط وكده، اسال نفسك سؤال واسالي نفسك سؤال، هو الناس القدماء كانوا بياخدوا ايه عشان يعالجوا السكر؟ ما كانوا عندهم سكر برضه، كان معظم حاجاتهم واكلهم واعشابهم كانت هي دي اللي بتنظم لهم السكر، فدي حاجات اتثبت التجارب ان هم الحاجات دي كانوا بياخدوها عشان تظبط مستويات السكر اللي موجوده في الدم. فبالتالي مش اي حد يجي يقول لك حاجه تقولي له ايه لا ده الكلام ده غلط، لا الكلام ده صح، ممكن يكون صح ويكون مظبوط، وحتى في ناس بتمشي ماشيه على الوصفه دي على فكره، وفي ناس بيشوف الفيديو ده وعارفين ومتاكدين ان هم بياخدوها، فبالتالي جايبه معاهم نتيجه. فلما اقولهولك خلي بالك بس منه. احنا كده خلصنا الوصفه وخلصنا الطريقه والوقت، هقول لكم حاجه بس، ازاي تحموا نفسكم من مشكله ان تخشي في مضاعفات خطيره وهي القدم السكري. اي ست او اي حد عنده سكر في اخطر حاجه يعتبر غير غيبوبه السكر الوطي، القدم السكري. قدم السكري دي مشكلتها بتتطرق في ايه؟ بتتفرج ان انت عندك مستويات السكر في الدم عالية مرة واحدة، او انت مش منظمة سكرك. فبالتالي انا بنصحك ان كل فترة تشيك اب على نفسك كده، تفحصي نفسك وتشوفي السكر بتاعك. طب نحمي نفسنا ازاي؟ اول حاجة وانت رجلك ديت لازم تكون ماشية بيها متغطية، يعني ما تروحيش في مناطق وكده وانت مش مغطية رجلك، لو دخل فيها مسمار او غيره. تاني حاجة لو جه فيها اي عدوى لازم تدعيلك. تالت حاجة لو انت بتقطعي ضوافرك او بتقصيها، قصيها بطريقة كويسة بحيث ان لو قصيتيها واتساب منها جلدة صغيرة دي لوحدها قادرة ان هي تدخلك في مشاكل القدم السكري. ايوة، فاي عدوى تيجي في الرجل لازم تدعيلك. يبقى دي مشاكل القدم السكري وازاي نحافظ على نفسنا، والاهم من ده كله انك تتابعي سكرك. اهم حاجه تتابعيه كام، هو وصل كام. طب دلوقتي خلي بالي، طبعا كل ما تحافظي على سكرك كل ما النتيجه تبقى كويسه. فهي ديت الوصفه. طب لو حد مثلا عنده وبنصح حاجه تانية مهمه قوي، يكون معاكي حاجه بونبونيه، اي مسكرات في جيبك ليه او في جيبك، لان معظم المشاكل اللي بتيجي من غيبوبات سكر وطئ السكر لما يقل مره واحده عند مرضى السكر، ماشي في المواصلات، راكب عربيه، راكب اتوبيس وغيره، وحصل فيه ان هو هبوط في السكر، فتلحق نفسك على طول، لان اخطر حاجه هي غيبوبه السكر الوطي. السكر لو عالي مفيش منه اضرار قوي، انما الاخطر ان هو يقل. فبالتالي لو معاك سكريات او حاجه او بنبوريه او حاجه وغيره معاك في جيبك، فحسيت ان السكر قل تحسه ازاي، ان ضربات قلبك تزيد، تعرق،